سباق العالمين لسه مكمل اعتقد لو في مراحل خلصت. لسه مكمل احنا عملنا السبيد ومراتي اشتركت في الفور باي فور تشالنج. والله يعني في سيدات بيشترك شجعتها بقالي سنتين هي بتنزل بالفور باي فور بقالها سنتين والسنه دي اشتركت وانا اشتركت. في متسابقات كتير سيدات طبعا في الفور باي فور قليلين شويه لان الموضوع صعب شويه عن السبيد. بس السبيد احنا عندنا حوالي 5 متسابقات أو 6 حلو. طبعا في كذا فرق بتضم كل فريق في متسابقه او اتنين. طبعا الاجواء السنه دي في العالمين يعني فوق الفظيعه وجميله حلو. وحلوه جدا. السباق بيتطور من سنه لسنه. طبعا الموضوع تطور السباق ان احنا نجيب السرعات دهيت في الشارع وان الشوارع تبقى مقفوله والجمهور بيتفرج عليك. وبعدين انت عندك هنا في العالمين بسم الله ما شاء الله طرق. انت اي حاجه عايز تعملها الكبير هيقدر يروح يقعد في حته يشرب حاجه. اللي عايز يتمشى على البحر هيتمشى. اللي عايز يجي يتفرج على السباق هيتفرج. اللي معاه اطفال وهيسيبهم في كيدز اريا او في اي حاجه وهيجي يعني انت في فرايتي كل الفرايتي موجوده قدامك. انت بتختار انت رايح فين وجاي بقى. عايز تتمشى عايز تاكل عايز تتفرج على السباق عايز انت تسابق عايز تروح حفله اي حاجه من الحاجات ديت. وطبعا المكان طبعا يعني احنا بقينا يعني انا ببقى حاسس ان انا هنا في دبي او اي حته من الدول اللي الواحد بيسافرها. انت كنت الاول بتروح وزعلان ان انت ما عندكش الكلام دوت هنا. لا احنا النهارده نفس المستوى ونفس البراندات اللي موجوده خلاص بقت موجوده هنا كلها وكلنا بنقدر مع الجو الحلو كمان مع الجو. طبعا انت عندك فرق دول الخليج شويه حر فرق الجو رائع. الجو دوت طبعا موضوع مختلف تماما يعني بالظبط. بس